8son. شايف حاجة من اللبس؟ انت شايف حاجة من اللبس؟ هديله الماتش وخلاص يا عم. انت سامعني ولا مش سامعني؟ شكلك مش سامعني يعني، نقفل. Yeah.
الى جورجينيو. كم ممكن افضل بكثير في اللقطه الماضيه. يا الله الكره تعود للعب الان من ضربه مرمى. كره عند جينيولا. امريك لابورتي. تريكاو. يونيون يتقدم للامام الى جينيولا. تدخل وقطع الكرة في وقت حاسم. صراع كبير للسيطرة على الكرة. الكرة بتروح للمنافس. استعاد الكرة بشكل سليم. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. نيمار يسجل الآن. يضرب الآن. هدف أول عن طريق الساحر البرازيلي. الله على نيمار. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بيكره بشكل ممتاز. الله على قطع الكرة. انطلق على الطرف. ممكن يلعب له كرة عرضية. مستحيلة هذه اللقطة. فرصة خطيرة هنا. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. انطلاق وبداية فرصة. هنريك مختاريان. تصل لكاكا. هدف الأمام. هدف الراحة. هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب. عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن. هذه فرصة هدف. أوه مرت الكرة. مرت. في بعض الكرة بعيدا عن مناطق الخطر.
كانت صعبة لكن شوف المرونة ردة الفعل الجميلة الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية ركنية في المنتصف هدف في الافتتاح يأتي مبكرا لا يتأخر الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف شوف الأجواء انظر إلى المباراة نقطة تحول الآن في هذا اللقاء النتيجة الآن تشير لتقدم فريق يونيون كريستيانو احتراف حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر الفريق يقراها صح واعتراض رائع للكرة والآن تتحول إلى ضربة مرمى واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة فرصة لإرسال الكرة من عمق الملعب بكرة عرضية مارتينيز فشل الفريق في تحضير اللعب مقطع عالي جدا في الأمام بيخلص الكرة في مربع العمليات الجماهير كانت تطالب باحتساب ركلة جزاء وغير راضي عن قرار حكم المباراة بتجاهلا في اللقطة الماضية فرصة ممتازة الآن لكرة مرتدة ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة ممتاز
الكثير من هذا اللقاء. النتيجة الحالية تشير لتقدم فريق بيست. الفرصة متاحة لارتكاب كرة عرضية. رونالدينيو يرسل الكرة.
لدينا اليوم فريق يونيون ضد فريق لايونز، نريدها مباراة كبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بها من الدقيقة الأولى وحتى الصافرة النهاية. يدخل عمق الملعب لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. لوكاس باكيتا نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة، كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. هجمة بتتي بعد قطع الكرة، ينطلق يتقدم فيها، الله يا نيمار. ميخائيل أنطونيو، يا سلام على التمريرة، هجمة واحدة تنتهي براية وتسلل، التسرع كان واضح في اللقطة، أضر فيها كما حدث في هذه الانطلاقة واللي كان سبب في نهاية هذه الهجمة. فرصة للتقدم في المباراة، يا الله هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى، انظر إلى الشباك، أي بداية أي إثارة أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. Tony.
غارينشيا ابعاد الكرة من جانب الفريق الخصم. ميخائيل أنطونيو محاولة هجومية من يونيون في هذه اللحظات لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. روبرتو كارلوس نيمار فرصة هدف الآن يا رب غارينشيا الأسطورة لو سجل أو صنع أول مرة يبني أسطورة غارينشيا لا يهدر مثل هذه الكرة. نونو ميندز كرة عند جينيولا يستعيد الكرة بتدخل سليم يستعيد الكرة بأداء دفاع قوي جدا.
استغلال للكرات الثابته بنجاح لحقها في المكان السليم. الان اصبحت فارق كبيرا بين الفريقين ولا اعتقد بان هناك مجال للعوده في هذا اللقاء. استخلاص الكره في مناطق الخصم. الصمت يخيب على جماهير صاحب الارض. اداء ضعيف من الفريق المحلي يفسد الاجواء الاحتفاليه واللي كانت ايضا في المدرجات قبل المباراه. لمسه جميله. الله على اللمسه. الله على اللعبه. غارينشيا عنده كرت اصفر. الان ممكن ان نشاهد الكرت الاحمر. ركله ثابته في مكان خطير. اتوقعها عرضيه. بيجرب بيشوت. اخي الحكم يحتسب الخطا. شوف الخوف من الانذار الثاني. تشعر بأن الشباك تتحرك. يا الله على اللقطة. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. اللاعب يتعرض لضغط كبير في محاولة افتكاك الكرة. بيخلص الكرة في مربع العمليات. إمريك لابور. يا لعيب يا لعيب. شوف المهارة الاستثنائية. مرضيها عدى فيها. الله على المهارة. تغيير الوضع الآن. بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. كاكا تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. الآن بدأ العد العكسي. تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. شوف المساندة. شوف طلب الكرة من الزملاء. انتهت الفرصة خلاص. لا خطورة على المرمى. الله على النظرة. مستحيلة هذه اللقطة. وضع الكرة في مرمى. نرجع للمباراة مرة أخرى بعد هدف بالخطأ ونتمنى بأن لا يؤثر على مسار الفريق. يسير باتجاه المرمى الآن. تدخل يبعد الكرة. فرصة الهجوم والذات في هذه اللحظات. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. اوهو خطأ واضح وربما نشاهد الكرت الأحمر في هذه اللحظات. غارينشا لا ممكن يلعب الكرة عرضية. افتكاك ممتاز في 18. إذا دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. يا الله وضع الكرة في مرماه بالخطأ والفريق لا يرفض الهدايا.